السادة النواب الرئيس، أعضاء مجلس الإقليم، السيدتان عضوتان إلى كلمة تغيبوا هاتفيا، السيد رئيس رؤساء المصالح الخارجية، السيد مدير العام للمصالح، والسيد مدير شؤون رئاسة المجلس، السادة قطر المجلس الإقليمي، السادة ممثل المرابر الإعلامية، السادة رؤساء المصالح اللهم مركزه، السادة ممثلي المنابر الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد. بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالة والأقاليم، لا سيما المادتين 34 و36 منه، يعقد مجلس إقليم تالودانت دورة عادية وجدول أعمالها محددة في النقط التالية. النقطة الأولى الدراسة والمصادقة على تحويلات في بعض فصول الميزانية. وهو ما كنخدموش العام بوحدو ورئيس الاستقلالية بوحدو. احنا على الأقل اجتماعين مرتين على الأقل ضعف الإيمان واحد جوج لقاءات رسمية كنكونوا فيهم نهار في الأسبوع. كذلك بار ديال المجلس باش يمكننا نساهموا في المشاريع كما قال السيد العامل. لا بدا لا غتساهم شي مشروع لا بدا كيقول لك تقول لك هذا القانون يقول لك لا كوت بار تاعك. هذه نقطة استهلنا باش ناخذوها في الاعتبار. بالنسبة للنقل المدرسي السيد العامل اللي هو القصص الذاتية ديال المجلس الإقليمي، هذا دوزوا بالإجماع كما تشرفت من هذا في السنة الماضية وقسمنا على الدوائر. لتذكير السيد العامل راجع اشنا اللي خرجوا النتيجة فيها رئيس الدائرة فيها رؤساء الجامعات وقالوا لنا ها اللي غادي ياخذوا، وفي نفس الوقت عطاونا لي كوميون اللي هما كي اللي